طاجن سمك تعبان، وهعمل جنبه سلطة بصل بالسماق. احنا جهزنا الاول، يعني انا جهزت واحدة من التعبان سلختها وسبت واحدة علشان اوري حضراتكم بتتسلخ ازاي. طبعا يعني انا بس هوريكم الطريقة. طبعا انا هحط لوح تقطيع تاني غير اللي هشتغل عليه، يعني السمك هشتغل على واحد وبعد كده هشيله وهشتغل على واحد تاني. لو في امكانيه ان انتوا من عند السماك اللي بيجي منه السمك ينضف لكم ويسلخ التعبان سمك التعبان، يبقى خير وبركه. ما ايه ما حصلش وجال سمك، ممكن تعملوه في البيت. الموضوع سهل قوي، ما فيهوش حاجه، سكينه حاميه، في زعانف. طبعا احنا منضفين بقى الكل اللي في البطن والكلام ده كله، ده متنضف كله تمام التمام. الاول اتاكدوا ان تبقى سمكه التعبان متنشفه كويس، يعني مناديل علشان واحنا بنسلخها ما تفلتش من ايدينا، فبننشفها كويس كده. طبعا انا منشفها، بس ايه، هو السمك كل ما بيقعد كده يبتدي يطلع المايه اللي فيه، فلازم انشفها كويس قوي. وبعدين هنيجي كده من ورا الزعنفه اللي قدام، وهنعمل فتحه بس مش كبيره، يعني مش عايز اوصل للاخر، بس بقى ايه بحاول ان انا افتح الايه الجلد. انا كده كده الراس مش هستعملها، يعني الراس هشيلها، هفضل دايره كده وبالراحه خالص. خدوا وقتكم، لان هي في اول مره ما بتبقاش سهله، بس بعد كده مجرد ما بيبقى الواحد متمرس فيها بتبقى اسهل كتير، لحد لما اوصل. انا عايز بس ايه تبقى واضحه كده، يعني انا فتحت الفتحه كده البسيطه دي، زي ما نكون بنقشر مثلا ورقه بلاستيك من على ازاز او حاجه لحد الاخر. طبعا سمك التعبان ده من الاكلات المفيده جدا، هو دسم شويه، من الاكلات المفيده قوي، وبيحتاج ان هو ياخد فتره اطول من العادي. بقى احنا لو قلنا قبل كده ان السمك بياخد ربع ساعه للكيلو، لا، السمك التعبان بياخد فتره اطول، يعني ممكن يوصل معانا على درجه حراره 180 مثلا، ممكن يقعد 45 دقيقه 50 دقيقه على حسب الحجم، يعني دول كبار. فاحنا طبعا عشان كده انا جهزت طاجن تاني علشان اول لما يعني على نهايه الحلقه اقدمه لحضراتكم. افتح اخر حته كده وبالراحه. برضو اقول لحضراتكم تاني، لو الموضوع ده حاسين ان هو صعب شويه، فممكن تخلوا الراجل بتاع السمك اللي بيجي من عنده السمك يطلع لكم منه الجلد. بس ايه، طبعا جلده جامد، عشان كده الناس كلها بتقعد تقول سمك التعبان متعب في اكله ودايما بيبقى ناشف، لان في ناس كتيره بتطبخه بالجلد بتاعه. هنحاول بقى واحده واحده كده بالراحه، زي ما نكون بنقشر، زي ما بقول لحضراتكم بنقشر ورقه بلاستيك من على الايه على حاجه ازاز. بالراحه خالص، خدوا وقتكم. هي كده طلعت، محتاج ان انا عشان اقدر اطلع الجلد كله مره واحده اطمن ان هي طلعت من كل النواحي، يعني بالراحه كده بالسكينه افضل اطلع فيها كده. الو، استاذه ميرفت، مساء الخير يا هشام. مساء النور يا فندم، ازيك؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ الحمد لله. هشام، عايز اعرف طريقه عمل شريم كوكتيل. حاضر يا فندم، من عينيا. حاجه تانية؟ ميرسي وسلم ايديك. الله يخليك يا فندم، ميرسي. حضرتك الشريم كوكتيل من الحاجات السهله قوي، الناس بتشوفه على انه حاجه صعبه، بس هو سهل جدا. تقدري تعملي الجمبري سواء كان مسلوق، تقدري تسلقيه، او تقدري تحمريه في فص ثوم. وبعد كده الكوكتيل نفسه بيبقى مايونيز وكاتشب وشويه ليمون، وبيتملح ايه تمليحه بسيطه كده، يعني ايه تبل تتبيله بسيطه، وده بيبقى في الاخر بيتقلب على بعضه وبتحط في طبق، وبعدين بيتحط فيه الجمبري اللي اتسلق. انا ايديا بدات تزحلق، لازم انشفها شويه. هي عشان معصلجه شويه معايا، عشان ايه مزحلقه. لو في فوطه كده ممكن. ايوه، اول لما هتسلك اول حته، بعد كده كله هيطلع في ثانيه. لو في فوطه مطبخ تستعملوها كده. اخر حته طلعت اهي، بس وبالراحه بقى، ما احنا بنشد، مش عايزين نشد جامد علشان ما يتقطعش مني التعبان. بس كده انا مش محتاج دي، خلاص زي ما قلت حضرتك، هي اول حته اللي صعبه، بعد كده
بمسك الجسم واشد، وكل ما اطلع حته امسك بعديها واشد تاني. مع الوقت بقى لو بدات يعني بدا الموضوع يبقى سهل، فالناس يعني في العادي بتروح ايه طالعه كلها مره واحده كده، وده كده خلاص تمام التمام. هجيب بقى سكينه اكبر شويه، لا ممكن اطلعه بديها على طول. الراس لو جبنا مثلا 3 4 تعابين، الراس ممكن نخليها لان هو دسم جدا، ممكن نخليها ونعمل منها شوربه تبقى ظريفه قوي، يعني شويه زيت وشويه ثوم وبصل، ونقطع الكلام ده كله مع بعضه في حله مع الزيت ونشوحه شويه، وبعدين انا عايز اقطعهم كلهم قد بعض علشان يستووا زي بعض. وبعدين بعد ما نشوح الكلام ده كله في الزيت كويس قوي، نزود عليه ميه او مرقه خضار، وايه ناخد اخر حته، الحته الاخرانيه مش هستعملها لان فيها شويه زعانف، فدي هنستغنى عنها ونبقى عملنا منه الشوربه. طيب كده انا هغسل ايديا بسرعه علشان مكان السمك. طبعا افتكروا لو هتستعملوا لو هنستعمل الفرن لازم الفرن يبقى سخن قبل ما نشتغل فيه. ألذ حاجه بقى في الطبخه دي ان كل حاجه هسويها الاول نص سوا كده سريعه على طاسه، في طاسه على النار، يعني هحط طاسه على النار كده زيت زيتون او زيت نباتي المتاح. انا هعمل دي بقى بزيت عادي زيت نباتي يعني، وهقطع كل حاجه مع بعض. فين الخضار؟ سكينه نظيفه. لما ندخل بقى حاجه الفرن، افكر حضراتكم لما ندخل حاجه الفرن وعارفين انها هتقعد فتره طويله، مش عايزين نقطع الحاجه صغير، نقطع الحاجه كبيره، عشان الحاجه لو اتقطعت صغير وقعد في الفرن فتره بتطرب يعني بتتهري، فاحنا مش عايزين ناكل حاجه مهريه، عايزين نخلي كل حاجه تبقى بايه بكل فوائدها. طبعا زي ما حضراتكم عارفين كل ما بنسيب الحاجه على النار كتير كل ما بتفقد جزء من فوائدها، يعني ايه تقريبا بالحجم ده كده. كل حاجة بحطها دلوقتي اختياري، يعني مفيش حاجة ثابتة. يعني في ناس كتير ما بتفضلش فلفل الألوان، ممكن تستغنى عن فلفل الألوان خالص، تحط خضار تاني معاه، كوسة، جزر، أي حاجة، كل حاجة موجودة متاحة، احنا بس بنحط الأساسيات. كده. بس يعني الفلفل الأخضر، الفلفل اللي هو الرومي ده زي ما بنقول عليه، فوايده في فوايد كتيرة قوي، فيتامينات كتيرة جدا. اي حاجه شكلها مش عاجبنا هنسيبها على جنب. استاذ عفاف اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا يا فندم. اولا حضرتك وحشتنا، والتلفزيون نور بيك تاني، ربنا يخليك، نور بيك تاني. ربنا يخليك يا فندم، متشكر. في معلومه انا عايزه اقول لحضرتك عليها بصفتك. اتفضلي يا فندم. ناس سواحليه. الايه؟ ناس من الساحل مستوحليه يعني. ايوه. التعبان عندنا والسمك الموسى بنسخهم بطريقه ما بتاخدش يعني ثواني، بطريقه غير كده. طبعا سلك طب اشرحي لي طب الطريقه كده يا فندم. بنيجي من الديل، من ديل سواء السمك الموسى او التعبان، من الديل بفوطه خشنه. ايوه. ونفركين بايدينا زي ما كل حاجه بنفركها عشان تبعدي الجلد عن اللحم. تمام. ايوه. واروح في ثانيه، ما بياخدش ثانيه وبتسلخ، تطلع الجلده بتاعه التعبان حتى بالراس بتتسلخ معايا، والسمك الموسى نفس الشيء. تمام. بس الفوطه تبقى خشنه. وفي ثانيه يعني ده مزاج، سلخ الحاجات دي مزاج عندنا، وبيتعمل ما بياخدش دقيقه. فياريت حضرتك، معلش كلنا بنكمل بعض. اه طبعا، ما احنا عاملين الهوا عشان لو في معلومه مش عندي، ما انا طبعا عمري ما هقدر ابقى زي الناس اللي في السواحل لان متمرسين. حضرتك على حاجه، انا مش غريبه عن المهنه، انا مدرسه وضع منزلي. طب فرصة سعيدة جدا يا فندم، فرصة سعيدة. شكرا جدا جدا، وأنا آسفة على الإزعاج. لا يا فندم بالعكس، ده يا ريت تكلميني كل يوم، كل ما يبقى فيه معلومة تحس إنها هتضيف لنا حاجة جديدة. التعبان ما بياخدش دقيقة في سلخه. تمام. ولا هو ولا السمك الموسى، ومزاج إن إحنا نقعد نسلق الحاجات دي.
تمام قوي. انا مبسوط جدا من المعلومه دي، ويا ريت لو في اي معلومه تانية او في اي طبخه يا ريت يا فندم تكلميني كل يوم، هبقى في منتهى السعاده. ومرسي جدا لاتصال حضرتك يا فندم. طيب انا قطعت كل حاجه كده يعني كبير شويه. استاذه ايمان، الو استاذه ايمان، الو الخط قطع، ممكن تتصلي بينا استاذه ايمان تاني من فضلك؟ ادي البصل الاخضر. ملح، حط بقى الحاجات اللي بتستوي. بتاخد وقت، احطها في الاول يعني البصل والفلفل الالوان او الفلفل الرومي، احط الكلام ده في الاول. طبعا الحراق ده اختياري، بس هو لازم يتحط عليه شويه حراق. لو بقى يعني كان في حد سال على جوز الطيب، السمك التعبان من الحاجات اللي بيبقى لذيذ قوي معاه جوز الطيب، بس برضو الكميه تبقى معقوله، ما تبقاش زياده، مش عايزين نزود علشان ما ايه ما يبقاش في حاجه طعمها يطغو على حاجه وما يمررش الاكل. طبعا انا زي ما قلت لحضراتكم بسوي كده يعني زي ما بنقول كده، بديله ده فلفل اسود، بديله نكهه يعني، بديله طعم الزيت. هفضل بقى اقل فيه كده شويه وهطلع فاصل وارجع اكمل مع حضراتكم بقيه طاجن سمك التعبان وسلطه البصل بالسمك. رجعت لحضراتكم بعد الفاصل وسايب لسه الخضار اللي هو افكر حضراتكم، بصل اخضر، فلفل الوان، وطماطم، ومعاه زيت وملح وفلفل. اتاخرت شويه على الثوم علشان لو انا قطعت الثوم وحطيته من بدري قوي هيتحرق يعني هياخد لون زياده وهيبقى مش اللي احنا عاوزينه. اقول لحضراتكم تاني ان انا بحاول برضو حاجه داخله الفرن بقطعها كبيره شويه، دول كده في 3 فصوص ثوم. فكر حضراتكم تاني، كلمونا على الارقام اللي بتظهر على الشاشه، او لا يعني مش او، وابعتوا لنا الوصفات بقى اللي حضراتكم عاوزينها على الصفحه شبكه والصنار على الفيسبوك. كده حطيت الثوم قطعته كبير. اجيب بقى علشان سمك التعبان ياخد الطعم، عايز برضو اشوحه سنه مع الخضار. لسه صاحي. كده عايز اديله اللسعه كده علشان ياخد اللي هي البهاريز او كل الفليفر اللي موجود في الطاسه من تحت، ياخد لسعه كده يعني. بقى نحاول بقى نقلبه ونوصله للطاسه من تحت بالراحه بقى كده. الو استاذ زينب، اهلا وسهلا. اهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ يعني احنا مبسوطين ان حضرتك بدأنا نشوفك يعني مش بره في قلب التلفزيون كده، ويعني انا مبسوطه بيك جدا. وانا يا فندم مبسوط جدا اني بكلم حضراتكم، يعني حاجه بالنسبه لي كويسه قوي. واحنا اصلا من البحر الاحمر، وبقى يعني السمك عندنا اشكال والوان. البحر الاحمر في الغردقه يعني ولا؟ من القصير. احسن ناس، الله يخليك. انا اشتغلت فتره كمان هناك في القصير.